شحال كنلقاو واصلك؟ مشيو جيت الكاميرا كنعابرو، شحال كنلقاو؟ كنلقاو 9 8 10. المشكل الثاني هو الكاميرات اللي كيكونوا طافيين وما كتعرفش منين. بحال هاد الحاله عندي دابا انا 6 كاميرات طافيين ديال واحد الجهه، ملي مشيت مع القوادز ديالهم فيديو كيما كتشوفوا هذاك نزل من الطوموبيل الكحله، هذاك راه شفار ما دخل لديك الطوموبيل الزرقاء فيها الطريقه باش كيشفروا. بحال دابا حنا المشكل ديال الحاله عندنا، حنا المشكل شنو هو؟ انا كنت غندير لها بواطا كوبير، يمكن بواطا كوبير غاليه شويه. درت ليها طابلو، هي طابلو ديال الضو غيناسبها، طابلو ديال الضو بخيس ولكن افيكاس. عنده واحد الباب كيتحل دغيا باش الا كان شي مشكل تحل وتخدم، ماشي بحال البواطا كوبير خاص. اخوان السلام عليكم، معكم تمام طيب من قناة الصالح، نتمنى تكونوا بخير تكون الامور ديالكم بخير. اليوم ان شاء الله بغينا نشارك معكم واحد المحتوى ديال الصيانة بصفة عامة في المشاريع اللي كيكونوا كبار. كما كتعرفوا مشاكل ديال الصيانة والاعطاب التقنية والحوايج اللي كيكونوا فيهم هاد الحوايج هادو، كيجي الكليان كيقول لك الكاميرا طافين مشكلة، وكاين شي كاميرات اللي كيكونوا قدام ما كيبينوش. بحال مثلا هاد الفيديو كيما كتشوفوا هذاك نزل من الطوموبيل الكحله، هذاك راه شفار ما دخل لديك الطوموبيل الزرقاء فيها الطريقه باش كيشفروا. بحال دابا حنا المشكل ديال الحاله عندنا، حنا المشكل شنو هو؟ ان البلاكه ديال الطوموبيل ما تشداتش للكليان، ولكن الكاميرات هما راكبين قدام يعني اميغا واحد الوقت، وطحنا مع هاد الكليان هذا اللي بدا كيقترح علينا. بديت كنقترح عليك ويقترح عليا وكنناقشوا كيفاش نحلوا هاد المشكل هذا. كاين الكاميرات اللي تبدلوا، كاين الكاميرات اللي كاين مشاكل ديال الطوبه، حتى هي مشاكل ديال الطوبه كتاكل الكابليات، بزاف ديال المشاكل اللي لقينا في هاد البروجي هذا. وكاين مشاكل ديال المسافه، كاين كاميرات اللي عندهم مسافه طويله، الكابليات عياو مابقاش كتوصل لومبيراج هو داك. كما كتشوفوا راه حل الطوموبيل الزرقاء، راه حل، راه حل الشيء يعني الطريقه ديال السرقه، الطريقه ديال السرقه خطيره خطيره. هذا السيد جا حط الطوموبيل لقدا شي غراج القهوه ولا هادي، يعني بحال هاد الحوايج هما اللي كينبهوا لي جيرون اللي كيكونوا مقابلين بحال هاد البروجيات باش ميتكررش بحال هادشي هذا. هو الحمد لله ما خون والو، ما عدا حتى حاجه، ولكن الجيرون والذكاء ديالو تنبه بان هاد المنطقه خاصها شي حاجه اللي تشد البلايك، ان بحال هذا ما خصهاش تدوز بحال هكا تدوز هكاك. هادشي علاش يعني جدد الكاميرات ديال هاد البروجي كامل. ان شاء الله بغيت نشارك معاكم داكشي اللي خدمناه مع هاد السيد. اول حاجه هاد البوطو درنا كاميرات، حيدنا الكاميرات القدام، درنا كاميرات مزياني كما كتشوفوا، يعني الكاميرات مشكل ديال البواطي ما عندهمش، ان البواطي طالعه الفوق في البوطو، يعني كاين مشكل ديال الكاميرات خصهم يتبدلو بجودة مزيان. نعم كما كتشوفو راني طلعت بديت خدام، بديت كنقاد في هادشي هدا. المهم هاد المشكل حيدناه، في الحالة هادي كتبدل الكاميرات، يعني لما تشدوش البلايك في هاد الحاله كتبدل الكاميرا. المشكل الثاني هو الكاميرات اللي كيكونوا طافيين وما كتعرفش منين. بحال هاد الحاله عندي دابا انا 6 كاميرات طافيين ديال واحد الجهه، ملي مشيت مع القوادز ديالهم يعني بقيت جاي معاهم من النهايه، يعني من جهه الكاميرات بقيت جاي 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 توصلت للاداره اللي هو هاد القعدوسان اللي داخل الاداره.
هو من هنا يعني داخل البيرو ديال الإدارة. حفرت هاد الحيط هذا، واخا هكاك يعني كنحفر وكنتيستي، كنتيستي بلامباراي الطريقة راه ديجا شارحها في واحد الفيديو، كنتيستي الكابلي والصورة فين واصلة. يعني هذا هو السر ديال هاد الخدمة ديال لونتخوتي، يعني الكتريسيتي ديال لونتخوتي، خصك لو بغيتي دير لونتخوتي خصك تكون تعرف على الحوايج هادو، يعني كتيستي. مهم كابليات ها هما دايزين من هنا، هبطوا من هنا كما كتشوفوا لحد الساعة باقي مزيان. حنا ملي وصلنا لهاد الروكار هذا هنا في لقينا المشكل، باش عرفنا بدك حاشاكم هذاك البعر ديالها اللي كتشوفوه، وفعلا لقيناها واكله الكابليات، واكله ست الكابليات اللي كلاتهم هذا العضان ديالها. او مهم هاد الكابليات الطريقه باش كيتبدلوا، يعني كتربط كابلي في كابلي، ممكن تبدل الكابليات بهذه الطريقه، ممكن تبدل البلاصه اللي كيكون فيها المشكل، حتى تبدلي كامل كانت المسافه طويله بزاف. واحد القضيه اخرى الاخوان، حتى هي بغيت نشاركها معكم، حتى هي ان ملي كتكون المسافه طويله يكونوا الكابليات يكونوا بعيد، يعني في شين 80 متر و 100 متر كيبدا كيكون واحد المشكل ديال البارازات، كيبداو الصوره كيتناقصوا مره كتمشي شي وحده كل مره، وشنو كيوقع يعني مع الميديتي ومع الا كانوا الكابليات ملاقين كيكون واحد المشكل ثاني ديال الميديتي، هذاك المشكل باش كنتغلبوا عليه. يعني حنا دابا عندنا مشكل ديال الطوبة قلنا راه حيناه، دابا عندنا واحد المشكل اخر، هو المشكل ديال الطوبة، مشكل ديال المسافة البعيدة. سمحوا لي مشكل ديال المسافة البعيدة باش كنفكوا هاد المشكل هذا، يعني باش كنتغلبوا عليه هو باش كنقربوا لي ترونسو، كنقربوا الكاميرات، كنقربوا البواتي للكاميرات. بحالاش كنقربوا البواتي؟ يعني البواتي هي كتكون مخرجة دوز كتكون خارجة، شحال كنلقاو واصله كنمشيو جهه الكاميرا كنعبروا، شحال كنلقاو 9 8 10، هذاك الشيء ما كافيش باش غيشعل لينا هذيك الكاميرا. باش كنتجاوزوا المشكل هذيك البواتي كنصيفطوها للجهه الاخرى. انا غنوريكم مثال عملي كيفاش درت ليها. مثلا لقيت بزاف ديال الكاميرات في هذا المشروع هذا اللي عندهم هذا المشكل، منهم هاد الكاميرا النيت، هاد الكاميرا هاد سبيد زوم تاهي منهم تاهي كان فيها هاد المشكل. من هاد الكاميرات خدامين مزيان، هادو خدامين مزيان، تبعو معايا غنوريكم قاع كلشي، قاع داكشي اللي درت في هاد الخدمة هادي. هاد الكاميرا كان فيها مشكل تاهي كنا صيبناها، يعني كاع الخدمة اللي درت في هاد البروجي هذا غادي نقولها لكم بإذن الله، ما خزنا عليكم والو. دونك هنا فهاد الروكار هذا هنا كنت درت عليه مونطاسيون باش نفك المشكل ديال هادوك الكاميرات اللي كنت قلت لكم طافي فيهم مشكل ديال المواصله، مش لونطونسيون مزيان، دونك راج مواصله مش مزيان. درت هنايا درت بواتي واش غديرها في هذا الوقت، خاصك تسيكيريزيها من الماء من بزاف الحوايج.
دونك شنو الفكره اللي درت؟ انا كنت غندير ليها بواطا كوبي، كاين بواطا كوبي غاليه شويه. درت ليها طابلو، هي طابلو ديال الضو غيناسبها، طابلو ديال الضو بخيس ولكن افيكاس. عند واحد الباب كيتحل دغيا، باش الا كان شي مشكل تحل وتخدم، ماشي بحال البواطا كوبي خاصك طارنو فيه، خاصك سميتو. المهم البواطا درتها في الطابلو، صيفط لي الاليمونطاسيون من لي كابل ديال الكاميرا، كابل ديال الكاميرا هادوك جوج اللي سميتو، شدي جوج كابلات صيفطتهم 220 هي اللي دخلتها للبواط، واللي خارجين عطيتهم 12 فولت. فهمتي كيفاش؟ يعني زينا تقدر تلقى مشكل ديال تقلب على ملي غتاخد 220 220، الا كانت قريبه هنا في الروكار 220 خودها من جهه اخرى من الاحسن، زعما تصيف الضوء في الكاميرا. ولكن الا ما كانش الصيف راه ما غيوقع والو، غادي يخدمو مزيان كما كتشوف. يعني هذه هي الطريقه باش حليت هذا المشكل. ايوا كما كتعرفوا، المهم حنا شاركنا معكم كل شيء في هذا الفيديو، كاع داكشي اللي درنا في هذه الخدمه هذه، باش الناس اللي جوني استافدوا تما يعرفوا في حال المشاكل. هاد 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 الصوره اللي شفتو ديال البواطي هادي راه ديال انك خدام والضو كانديز، كتكنعاود في الكابليات وكتضو، الله ما شعلات العافيه. يعني شوف دي مقطع، قطع الضو عاد خدم، قطع الضو على البواطي، خصوصا البواطي الدي في ام تقدر ماشي مشكل، ولكن البواطي قطع عليه الضو. المهم هذا هو اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان، كنتمنى نكون فدتكم شي حاجه في هذا الفيديو. معكم تاقي عبد اللطيف من قناة افكار ميكس، معكم بزاف، السلام عليكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك شير اشتراك في القناة باش نزيدو نقدم لكم بحال هذا المحتوى. معكم السلام عليكم، ما تنساوش. Thank you.